تحالف مع إبليس وسجد له، فحكم الأرض من مشرقها لمغربها طوال 400 عام. نصب نفسه ملك ملوك الأرض، بل رب وإله الأرض كلها، وتحدى الله ورسوله إبراهيم عليه السلام، ونشر الفساد والظلم والدمار والكره، متحدياً الله مدعياً الألوهية، فكانت نهايته مهينة ومذلة، فلم يقتل في حرب أو معركة أو بسبب الشيخوخة، فهزمته ذبابة وأهانته وأذلته، لتكون نهايته بسبب كائن تافه بسيط. طالما استخدمه الناس في وصف خصومهم وإهانتهم، فأهانه الله إهانة شهد عليها التاريخ كله. إنه النمرود ولقبه، النمرود بن كنعان بن وكوش بن سام بن نوح، حاكم بابل بالعراق، أحد أعظم الحضارات في التاريخ. أتى النمرود حاكما في أوج ازدهار حضارة بابل وبزوغها، فأتاه الله من كل شيء، مرعبا ومخيفا كوحش كاسر، أرهب كل جيوش الأرض بجيش يحجب ضوء الشمس، ليصل لقوة مرعبة لم يشهدها التاريخ كله، فأصابه الهوز وجنون العظمة، فقال: أنا إلهكم الذي يملك الأرض ملكه. وفي وقت كانت الشعوب تعبد الكواكب والنجوم والحيوانات والأصنام، صنع من نفسه صنماً وأجبر شعوبه على عبادته ووحده، يحكم شعبه بالحديد والنار كإبليس الذي تحالف معه، فبنى إحدى عجائب الدنيا القديمة برج بابل العظيم. النمرود حاكم للأرض ومن عليها، فتى تافه يقضي كل يومه بين الجوار والنساء، يشرب الخمر ليل نهار ويمارس الجنس. ابن حاكم بابل العظيمة يراه الجميع الفتى الذي سيدمر إثر أبيه. بينما هو في مغطسه مع عشرات الجوار، دخل عليه رجل أحدب يرتدي معطفا، مبتسما إليه قائلا: هل أنت أيها التافه من ستحكم الأرض ومن عليها؟ ذهل النمرود حينما رأى الأحدب، فكيف دخل ووصل إلى هنا؟ ليأمر فورا بقطع رقبته، ثم قطع رقاب الجواري الذين شهدوا على إهانته، ثم قطع رقاب الحرس الذين فشلوا في إيقاف هذا الأحدب ومنعه من الدخول. وحينما عاد لغرفته صعق صعقا حينما رأى الأحدب جالسا على سريره، فسأله برعب: من أنت؟ فقال الأحدب: أنا أمير النور يوم خلق النور، فإذا أردت أن تحكم الأرض ومن عليها فيجب أن تراني على هيئتي الحقيقية. فتجسد هذا الرجل على صورته الحقيقية بجسد ضخم عظيم البنية وشعر غزير يكسو جسده، إنه إبليس. إبليس حاكما للأرض مسيطرا على النمرود. أمر إبليس النمرود أن يسجد له، والمقابل ستحكم الأرض ومن عليها. تعلم النمرود السحر وفنونه، كيف يسيطر على البشر وعقولهم، وكيف يبني جيشا وأسلحة مرعبة ومدمرة ومميتة لم يشهدها التاريخ قط. علمه فنون الدمار وسفك الدماء وحكم الأرض بالحديد والنار، ومن ثم أمره بقتل والده ليبدأ عصر النمرود. النمرود في مواجهة إبراهيم أبو الأنبياء نصب نفسه إلها، وأمر شعبه بالسجود لأصنامه وعبادته، ديانة التوحيد، ولكن وحد الأديان لعبادته هو فقط. فكون جيشا يأكل اليابس والأخضر، فغزا العالم كله وأهلك ودمر جيوش الأرض تدميرا، وسيطر على الحقول والمناجم وكل شيء تتخيله. أصبح هو السبيل الوحيد للطعام، فكان يخرج ويسأل المارة: من ربكم؟ فيرد عليه راكعين: أنت ربنا وملكنا وولي نعمتنا. فيرمي لهم القليل من الطعام، فيمر النمرود فيجد رجلا رافعا رأسه ناظرا إليه بشموخ وعزة، فيسأله غاضبا: من ربك؟ فيرد عليه الرجل: ربي هو الذي يحيي ويميت. فأجاب النمرود صاخرا: أنا أحيي وأميت من أشاء. فأخذ النمرود رجلان من أمامه، فيقتل أحدهم ويطلق سراح الآخر، فيقول له: أرأيت؟ لقد مات هذا، والآخر لقد عتقته من الموت. ابتسم الرجل وقال له:
إذن هل أنت قادر على إحياء الرجل الذي قتلته؟ ارتبك النمرود غاضبا قائلا: ماذا يفعل ربك؟ فأجاب الرجل: ربي يأتي بالشمس من المشرق فآت بها أنت من المغرب. رفض النمرود إعطاء الرجل الطعام ليعود وهو خال الوفاض. هذا الرجل كان نبي الله إبراهيم عليه السلام وأبو الأنبياء الذي خرج بعدها يدعو الناس لعبادة الله وحده، لكنهم رفضوا ونهروه. النمرود يحرق إبراهيم عليه السلام. حينما علم النمرود ما يفعله ويدعو إليه إبراهيم، أمر حراسه بحفر حفرة عظيمة ووضع الحطب فيها، وأتى بإبراهيم ووضعه فيها حيا لينتقم منه أشد انتقاما جزاء على دعوته لعبادة الله الأوحد. وأمام عيون آلاف من البشر أحرق النمرود إبراهيم في نار عظيمة لم يشهد لها مثيل لخمسة أيام، لم تنطفئ ولم تهدأ، إلى أن أمر النمرود بإطفائها وجمع رماد إبراهيم عليه السلام. تطفأ النار فيصدم ويصعق الجميع حينما يروا إبراهيم واقفا صامدا لم تمسه النار. غضب النمرود غضبا شديدا ودعا سيده الأوحد إبليس ليرد عليه إبليس خائفا كاذبا قائلا: إن إبراهيم شيطان مخلوق من النار ولن تقتله أبدا النار. جيش من البعوض في مواجهة أقوى جيوش التاريخ. تمرد النمرود على إبليس العاجز الضعيف في مواجهة إبراهيم، فأرسل الله ملاكا من ملائكته للنمرود ليهديه. فيتمرد النمرود ويجيب على الملاك قائلا: هل هناك إله غيري؟ ثم ملاكا ثانيا، فيأبى النمرود الإيمان بالله، فيرسل الله ملاكا ثالثا برسالة محددة، وهي أن يجمع النمرود جيوشه التي تسد عين الشمس لنرى إن كان جيشك قادرا على ما سيفعله الله بك. في ثلاثة أيام جمع النمرود جيشه العظيم المرعب ليرسل الله عليهم شيئا لم يتصوره عقله. جيشا من البعوض شربوا من دماء جيشه، بل وأكلوا لحمهم أكلا، وأبادوا جيشه عن بكرة أبيه، ليقف النمرود وحيدا وسط جيشه في بحر من الدماء المرعبة المخيفة. بعوضة تقضي على ملك ملوك الأرض، تدخل بعوضة على أنفه وتستقر في رأسه، وتبقى لسنوات وسنوات طويلة تصدر زنا مزعجا ومروعا. فكان الحل الوحيد لأن تصمت البعوضة هو أن يضرب النمرود ضربا مبرحا على رأسه بالأحذية، ليعيش سنوات طويلة جدا في عذاب وإهانة وجنون، ليموت في النهاية بسبب جنونه من صوت البعوضة، فتكون نهايته نهاية لم يتصورها أحد من البشر. فالملك الذي حكم الأرض وملكها مات بسبب بعوضة.